سلام الله عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان في قراءة الصحف المغاربية والتي نبدأ استطلاعها بالصحف الجزائرية. نستهل قراءة الصحف الجزائرية من صحيفة الخبر اليومي. صحيفة الخبر اليومي تقول في عنوان بارز: لبيك يا قدس جمعية الغضب في الجزائر، أو جمعة الغضب في الجزائر. حرق جزائريون معتقلون في إسبانيا مهددون بالموت. عنوان آخر نقرأه في صحيفة الخبر اليومي يتعلق بلعبة عبر الكمبيوتر تسمى الحوت الأزرق، وتقول الصحيفة: انتحار تلميذين في بجاية بسبب اللعبة، الحوت الأزرق يأكل أطفالا جزائريين. الاستثمارات الجزائرية في السندات الأمريكية قاربت 700 مليون دولار. نتحول لقراءة صحيفة البلاد التي قالت في صفحتها الأولى: الجزائريون ينتصرون للقدس، مظاهرات في عدة ولايات تنديدا بقرار ترامب. الجزائر تدين القرار وتعتبره تقويضا لإمكانية بعث مسار السلام. الوزير الأول أحمد يحيى من باريس: لا يوجد ديوان أسود ولا سلطة غامضة بالجزائر. المواقع السكنية تقول البلاد في أعلى صفحتها الأولى: تصنع الجدل بين المكتتبين. نتحول لقراءة صحيفة وقت الجزائر التي لم تشذ عن قاعدة الصحف الجزائرية الصادرة هذا الصباح، وعنونت صفحتها الأولى بعنوان بارز: لا لتهويد القدس، الجزائريون يخرجون في جمعة غضب. ويحيى: لا ديوان أسود ولا سلطة خفية في الجزائر، قالت وقت الجزائر أيضا، وتوقيف مختلس 373 مليون سنتيم من حساب مواطن بالعاصمة. في الصحف الجزائرية الصادرة باللغة الفرنسية نقرأ لا ديبيش دو كابيلي التي قالت عن تصريحات ويحيى بأنها إجراءات خاصة بالجالية الجزائرية في فرنسا. من جهة أخرى قالت لا ديبيش دو كابيلي أيضا بأن تذكرة الخطوط الجوية الجزائرية ستكون أغلى. في صحيفة لوجور دالجيري نقرأ تصريحا لأويحيا في أعلى الصفحة الأولى يقول فيه: ليس هناك لا علبة سوداء ولا سلطة خفية في الجزائر. في عنوان آخر قالت لوجور دالجيري: قرار ترامب يثير غضب الفلسطينيين. هذه مشاهدين أهم الملفات التي تناولتها الصحافة الجزائرية الصادرة هذا الصباح، ولعلكم تتبعتم ولاحظتم أن ما يتعلق بموضوعي القدس وتصريحات ويحيى هي ما سيطر على الصحف الأولى والأخبار الصادرة في الصحف الجزائرية. بداية ولمناقشة هذه الملفات نرحب بالأستاذ المحامي والناشط الحقوقي بالقاسم نيت صالح الذي ينضم إلينا من الجزائر لمناقشة هذه الملفات. أستاذ بالقاسم نيت صالح، كيف تقرأ جمعة الغضب بالنسبة للجزائريين بخصوص موضوع القدس؟ السلام عليكم والسلام على مشاهديك. قضية القدس هي قضية جوهرية ومحورية في حياة الأمة الإسلامية والعربية، وخاصة لها بعد ومكانة مميزة في قلب الشعب الجزائري، لأن الشعب الجزائري يعرف قيمة التضحية وقيمة الاستعمار وقيمة مدينة القدس والحرم الشريف في ذاكرة هذه الأمة. الشعب الجزائري ليس بجديد عنه قضية التضحية للمطالبة بحقه. أرى بأن تفيق ترامب بشكل بهلواني أراد أن يضع الأمة العربية والإسلامية وشعوبها يضعها أمام الأمر الواقع، لكن خدم القضية الفلسطينية بشكل لا يمكن أن يفهم مغزى ومعنى وقيمة مدينة القدس لدى الأمة العربية والإسلامية. هذا يبعث على التفاؤل بأن قضية الفلسطينية هي قضية مركزية ومحورية في وجدان العربي والإسلامي. شيء طبيعي أن الشعب الجزائري يكون في مقدمة وفي طليعة الشعوب الغاضبة على هذا القرار، ويبعث رسالة إلى كل المجتمع الدولي أن
الشعب الجزائري لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتنازل عن حقه الديني والروحي في مدينة القدس. يكشف بالتالي الشعب الجزائري يعني خيانة الأنظمة العربية، ويكشف كذلك مؤامرة الصهيونية، ويكشف قضية أن الراعي، أن هناك راعي لعملية السلام، ما هو إلا تثبيت لوقائع وتحيز الإدارة الأمريكية هذا ووقوعها تحت نعم صوبة اللوبي الصهيوني. هذا ما يمكن أن نقوله ونعتبره بالنسبة للشعوب. كيف تقيم الأمر وما أوردته الصحف أيضا فيما يتعلق بالأنظمة، وخصوصا ما يتعلق بالأنظمة العربية وأنظمة الدول الإسلامية التي عادة ما يكون لها موقف غير مسير لمواقف شعوبها في مثل هذه الحالات، وإن كان أوردت الصحف أنه النظام الجزائري ندد بهذا القرار وقال بأنه يمكن أن ينسف مفاوضات السلام. هذا يعني بالنسبة للنظام الجزائري، سواء أن اختلفنا أو لم نختلف معه، يبقى قضية السلطة في الجزائر من القضية الفلسطينية قضية مبدئية، وبالتالي لا تخدع لا للمساومة ولا للتشكيك. موقف الجزائر موقف مشرف منذ البداية، لأنه الشعب الجزائري يعرف قيمة التضحية. أما الأنظمة العربية الأخرى معروف موقفها، هي أنظمة تسلطية يعني تخدع للإدارة الأمريكية بطريقة أو بأخرى، وتحظى بالدعم الغربي، وأمام الرأي العام العربي تقول شيء، ولكن حقيقة هي متواطئة ضد القضية الفلسطينية. وبالتالي موقف الجزائر يبقى متميز، وهذا ليس يعني افتخار زائد بموقف السلطة في الجزائر، لا، موقف السلطة في الجزائر للقضية الفلسطينية موقف مبدئي لا يتغير بتغيير الرجال أو بتغيير التركيبة البشرية للنظام، لأنها هي قضية خط أحمر بالنسبة للشعب الجزائري. أستاذ، وبالتالي موقف الجزائري يبقى ممتاز بكل معانيه وكل ما تعنيه الكلمة. أستاذ بلقاسم نايت صالح، موضوع آخر أيضا أوردته الصحف الجزائرية اليوم ويتعلق بتصريحات أحمد يحيى المتعلقة طبعا باهتمام الجزائر بالجالية الجزائرية في الخارج، وأيضا فيما يتعلق بنفيه وجود علبة سوداء أو كما يقول في كثير من الصحف أو ديوان أسود أو سلطة خفية في الجزائر، مثل ما أورد في وقت الجزائر وكذا في البلاد. كيف تقرأ هذه التصريحات أستاذ بلقاسم نايت صالح؟ تصريحات سيد وزير الأول أحمد بن يحيى هي تصريحات كانت في فرنسا في باريس للتطمين والرد على التساؤلات والغموض الذي يقتني في المشهد السياسي في الجزائر. احنا حبينا لو ان السيد يحيى داخل الجزائر يتكلم هذا الكلام، ماشي من عاصمة اجنبية وبالتالي عاصمة باريس. القضية وما فيها ان احنا نعتقد ونجاوب السيد يحيى لما تكلم في برنامج حكومته على قضية الضريبة على الثروة، وتراجع بشكل غريب على هذا، بالتالي أن عمل الحكومة خدع لضغط. نحن نتمنى أن يكون هناك وندافع، ورغم أحيانا المعارضة أو اعتراضنا لبعض المواقف، نرى بأن من المجدي بأن هناك الدولة، أن الدولة لها مؤسسات، وأن هذه المؤسسات تخضع للقانون وتخضع للسلطة السياسية. السلطة السياسية يجسدها رئيس الجمهورية،
يجسدها السيد رئيس الجمهورية، وبالتالي تطبق برنامج رئيس الجمهورية. لما نرى بأنه تكلم في خطابه الشهير أمام البرلمان وأمام مجلس الأمة عن استحداث ضريبة ضد الثروة وما أثرته من جدل داخل المجتمع، نرى بعد ذلك أن الحكومة تتراجع بشكل يعني غريب على اعتبار أن البرلمان رفض هذه الضريبة، رغم أن تركيبة البرلمان هي من أحزاب الموالاة، والسيد ويحيى يعرف جيدا بأنه له بأن حزبه حزب التجمع الوطني الديمقراطي تركيبة داخل المجتمع تركيبة هامة، وبالتالي القول بأن هناك حسب تصريحاته بأنه لا يوجد هناك غموض شيء طبيعي، لا يمكن أن يجد هناك غموض كوننا أنا من الأنصار أن السيادة القانونية تبقى للقانون، ولكن لما نرى أن تصريحاته أمام البرلمان ومن بعد يتراجع عن قضية الضريبة عن الثروة، وتصريحاته السابقة لما كان على رأس الحكومة في 2009 وما بعد ذلك حول استغلال المال وتغلغل المال الفاسد في أجهزة الدولة، أنا أطرح سؤال وعلى السيد ويحيى أن يتوجه لنا احنا الجزائريين ويرفع هذا اللبس عن الغموض وهذه التناقضات، وكان عليه أن لا يسرح بهذه التصريحات بفرنسا مهما كان العذر ومهما كان، لا يجيب بالشأن الجزائري أن يناقش الشأن الجزائري في ندوة صحفية موجودة في أوروبا حتى وإن كانت طرح السؤال عليه، لأن هذه قضية سيادية داخلية. نعم. ولا يمكن لها وما يمكن أن تثير في نفسية وإحساسية الجزائري خاصة إذا كانت في باريس. شكرا الأستاذ بالقاسم نايت صالح المحامي والناشط الحقوقي، ناقشت معنا ملفات الصحافة الجزائرية الصادرة هذا الصباح. إطلالة وقراءة سريعة لما صدر في الصحف التونسية هذا الصباح مع غفران الحسيني. مرحبا بك غفران. أهلا زميل عبد السميع، تحية إليك وإلى كافة السادة المشاهدين. نسير جولتنا في الصحف التونسية الصادرة اليوم من صحيفة الشروق ومتابعتها للأحداث في فلسطين والمواقف الشعبية التي تابعت قرار ترامب في بتسليم القدس ربما إلى الكيان الصهيوني. صحيفة الشروق: القدس وحدة للتونسيين من الشمال إلى الجنوب، غضب أقصى نصرة للأقصى. تابعت صحيفة تنديد الشعبية للقرار الأمريكي القادم بالاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل، حيث اعتز أمس شارع التونسيين غضبا ترجمته احتجاجات في الجهاد ومسيرة حاسدة انطلقت من ضحاها محمد علي وجابت كامل شارع الحبيب بورقيبة وصولا إلى ساحة حقوق الإنسان لتقول لا لفرض القضية الفلسطينية. كما تابعت الصحيفة موقف المحامين التونسيين الذين صاروا وطالبوا بتجريب التطبيع وتمسكوا بالقضية الفلسطينية، واعتبروا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن اعترافه بالقدس عاصمة الكيان الصهيوني بأن هذا القرار قرار فيه خرق للقانون الدولي وللحق العربي والإسلامي في القدس. في نفس السياق تقريبا صحيفة الصباح يوم غضب ضد قرار ترامب، تابعت الصحيفة مختلف المسيرات الوطنية الحاشدة وولاية الجمهورية التي نزلت من قرار الأمريكي، كما تابعت أيضا الشارع العربي التي انتفضت في مختلف العواصم من تونس إلى مصر إلى عمان إلى عدنان أيضا والعواصم العربية الأخرى والسودان التي نزلت فيها الشعوب العربية بالقرار الأمريكي واعتبرت فيه مسا بالحق العربية والإسلامية في القدس الشريف. نختم جولتنا في الصحافة التونسية بصحيفة الصحافة، والتي تابع الموقف الرسمي حين دعا رئيس الجمهورية السفيرة أمريكا إلى قصر الطاج وندد بها بالقرار الأمريكي، واعتبرت الصحيفة أن هذا الموقف يحسب إلى السياسة الرسمية في تونس ويعتبر موقفا رائدا للساحة العربية خاصة كان منتجما مع المطالب الجماهيريه والشعبيه التي نددت بالقرار
شكرا غفران الحسيني. قراءة أيضا فيما صدر اليوم من صحف فرنسية، في طبعا نختار لقراءتها صحيفة لوموند، والتي اهتمت كباقي الصحف بما يتعلق بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. الاتفاق المبدئي على شروط الانفصال هو عنوان بارز نقرأه في الصفحة الأولى لصحيفة لوموند. تقول فيه: بعد ليلة من المفاوضات توصلت بروكسل ولندن إلى اتفاق بشأن الخطوط الرئيسية للفصل بين المملكة المتحدة وأوروبا. وحسب التصريحات الواردة من هذه المفاوضات، فإن حقوق المغتربين والقاطنين ستبقى كما هي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد. تيريزا ماي قالت لن تكون هناك حدود صلبة أيضا بين إيرلندا وإيرلندا بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا. فالمسألة الإيرلندية مؤجلة في هذا النقاش مثلما يبدو من التصريحات، في حين أنه سوف تبدأ المناقشات، تقول الصحيفة، حول العلاقات المستقبلية بين لندن والاتحاد الأوروبي خلال 16 شهرا قبل الموعد النهائي للانفصال. لوفيغارو الصحيفة الفرنسية أيضا الثانية لم تشذ عن القاعدة، وعنونت في عنوان بارز: أوروبا ولندن تتفقان على إجراءات الانفصال. بعد طول توقف، تقول الصحيفة، اتفقت اللجنة الأوروبية والمملكة المتحدة على المفاوضات الأولية للخروج من الاتحاد الأوروبي، ويبدو أن إمكانية الخروج العنيف اقتصاديا أو حتى أمنيا قد تم استبعادها نهائيا، تقول الصحيفة، وفتحت الطريق أمام بحث سبل تعاون أفضل حتى بعد الانفصال النهائي للمملكة المتحدة من أوروبا. هذا ما أوردتها الصحف الصادرة هذا الصباح بالنسبة لكبريات الصحف الفرنسية. نختم معكم مشاهدينا موعدنا بفقرة الكاريكاتير. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.